بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم بمادة اللغة العربية ضمن مكون الدرس اللغوي ومع درس المبني للمجهول وأحكامه. رأينا في الحصة الماضية الفعل اللازم والفعل المتعدي وما يؤول إليه الفعل المتعدي إلى مفاعيل ثلاثة أو مفعولين أو مفعولا واحدا. ماذا ينفعنا المفعول أو المفاعيل أو الفعل اللازم المتعدي في هذا الدرس؟ سنرى ما علاقة هذا الدرس بذلك، ونخلص إلى التعرف على المبني للمجهول ونتعرف أحكامه ونستنتج قاعدة عامة له. إذن نبدأ بالوصف والتحليل مع ملاحظة الأمثلة. لاحظوا كيف تكون الجملة في المبني المعلوم، ثم كيف تنتقل إلى المبني المجهول، وما هو التغيير الحاصل على هذه الجملة من المبني إلى المعلوم إلى المبني المجهول. إذن رفع الجندي العلم، هذه جملة مبني فيها الفعل مبني للمعلوم، رفع الجندي، يعني نعلم الفعل ونعلم الفاعل ونعلم المفعول به. هنا المبني المجهول نحول رفع إلى رفع العلم. إذن ماذا حذف هنا؟ ماذا وقع من تغيير؟ أولا ضم أول الفعل، ضم أول الفعل وكسر ما قبل آخره، لأنه فعل ماض. ثانيا حذف الفاعل وناب المفعول به ما نابه ورفع أو ورفع، وهو العلم. كانت هنا هذه الكلمة العلم مفعولا به، فأصبحت نائبا للفاعل، رفع العلم. الجملة الثانية، يكافئ الأستاذ المجد، فعل وفاعل مفعول به، أصبحت في المبني للمجهول يكافئ المجد. إذن ضم أول الفعل وفتح ما قبل آخره، لأنه فعل مضارع، لأنه فعل مضارع وليس ما نقوم به الفعل الماض هو ما نقوم به الفعل المضارع. ثم حذف الفاعل ونائب المفعول به وناب المفعول به ما نابه ورفع. إذن المجد مرفوع. سهر الحارس ليلا طويلا، جملة مبني فيها الفعل مبني للمعلوم، سهر والفاعل الحارس ليلا طويلا. في المبني المجهول أصبحت الجملة سهر ليل طويل، سهر ليل طويل، ضم أول الفعل وكسر ما قبل آخره لأنه فعل الماض، حذف الفاعل وناب الظرف ما نابه، أصبح الظرف هو نائب الفاعل لأنه هو الذي يلي المفعول أو يلي كان هذا الظرف هو مفعول فيه، الدرس كان أو هذا الظرف كان مفعول فيه ليلا طويلا، فأصبح نائبا للفاعل. الجملة الموالية، يبث القاضي في القضية، ثم أصبحت الجملة يبث في القضية. إذن أولا ضم أول فعل وفتح ما قبل آخره لأنه فعل مضارع، حذف الفاعل وناب الاسم المجرور ما نابه، مجرور ما نابه، مجرور لفظا مرفوع محلا، يعني في القضية، نقول في القضية، لاحظوا أن اسم مجرور هي نائب الفاعل، يعني سنقول وفي حرف جر والقضية اسم مجرور والجملة من الجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل، نقول مرفوع محلا. احتفل الفريق احتفالا عظيما، احتفل في المجهول احتفل احتفال عظيم، ضم أول فعل وكسر ما قبل الأخير لأنه فعل الماض، اللي هي يعني بكثرة تكرارها يعني ثبتت.
حذف الفاعل وناب المصدر عنه. حذف الفاعل وناب المصدر عنه. احتفل الفريق احتفالا عظيما. إذن كان بعد الفاعل كان المصدر، ذاك المصدر أصبح هو نائب الفاعل. إذن بهذا نستنتج أن كل ما يأتي بعد الفاعل في الجملة المبنية للمعلوم فإنه هو الذي يصبح نائبا للفاعل في المبنية للجملة المبنية للمجهول، وأن الفعل يضم أوله ويكسر ما قبل آخره إذا كان ماض فعلا ماضيا، ويضم أوله ويفتح ما قبل آخره لأنه فعل مضارع، ومنه نخلص إلى الخطط التالية. الفعل ينقسم إلى فعل مبني المعلوم وما ذكر فاعله في الجملة، فاعله وفعله فاعله وفي جملة تامة مبنية بناء للمعلوم، وإن كانت مبنية المجهول فإنها يحذف فاعله وينوب عنه المفعول به، وهو المفعول وناب عن المفعول به نائب الفاعل. هنا نستنتج أن الفعل المبني المجهول إذا كان فعلا مضارعا وإن كان فعلا ماضيا فإنه له أحكام سيقوم بها أو يعمل بها، إذن بحيث نقول يبنى الماضي المجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره، ويبنى الفعل المضارع المجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره، إلا إذا كان فعل الماضي إذا كان أجوف يكسر أوله وتقلب ألفه ياء، مثلا صار يصبح سيرة. لاحظوا صار في المبني المعلوم يصبح سيرة في المبني المجهول، يعني لا يتبدو القضية أنه إذا كان أجوفا يكسر أوله وتقلب ألفه ياء، يعني أجوفا عن الألف في الوسط في وسط الفعل، فلا نطبق عليه قاعدة يبني الماضي للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإنما نقول هنا ب يكسر أوله سي وتقلب ألفه ياء، كانت صار أصبحت سي وتقلب ألفه ياء. أما المبني للمجهول كان فعلا مضارعا أجوفا، إذا كان أجوف يضم أوله ويقلب حرف العلة ألفا، يقول يقال يقول يقال. لهذا ننتهي من هذه الأمثلة وننتقل إلى نموذج إعرابي فهم أو فهم الدرس. فهم فعل ماض مبني مجهول مبني على الفتح الظاهر على آخره، الدرس نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الضاية على آخره، يشجع المجد يشجع فعل مضارع مبني مجهول مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، المجد نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن بهذه الإعراب يكون بسيطا جدا، يكفي فقط أن نميز بين نائب الفاعل والفعل في الجملة. إلى هنا ننتهي من هذا الدرس، وعليكم إلا إنجاز التطبيقات الصفحة 213 من الكتاب المدرسي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.